تطبيقا لتوصيات مديرية الصحة لولاية المسيلة، نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الملاحة قافلة طبية إلى منطقة قمرة ببلدية عين الريش، شملت عديد الاختصاصات الطبية. تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية المسيلة وتحت إشراف السيد مدير الصحة والسكان لولاية المسيلة، وفي إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطن والتكافل الأحسن للمواطنين في مناطق الذل، نظمت اليوم المؤسسة العمومية الاستشفائية عسلي محمد بعين ملح قافلة طبية متخصصة إلى منطقة قمرة ببلدية عين الريش، وقد ضمت هذه القافلة الطبية عدة تخصصات من بينها طب الأطفال، أمراض الدم، طب أمراض السكري، وكذلك الطب الداخلي. ومن هنا نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه القافلة من الطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري، وكذلك الشكر موصول إلى السلطات المحلية والأمنية للتسهيلات التي قدموها لنا، كما نثمن المجهودات التي يقوم بها السيد مدير الصحة والسكان في الولاية للنهوض بهذا القطاع الحساس. القافلة الطبية تهدف إلى تقريب الخدمة الصحية من قاطن مناطق الذل، وهو البرنامج المعتمد من قبل الوصاية، حيث سخرت مصالح البلدية كل الإمكانيات المتاحة. نشكر الطاقم الإداري والشبه الطبي والطبي للمؤسسة العمومية للاستشفاء عين ملح على قيام بهذه القافلة الطبية والتي لقت استحسان كبير من مواطني قمرة، ونتمنى أن تكون قوافل أخرى إن شاء الله تقريب الخدمات الصحية من المواطن. وفي إطار نشاطاتها الصحية، تنقلت فرقة طبية إلى بيوت المواطنين قصد معايرة وفحص حالة يصعب عليها تنقل، وهو ملاق استحسان السكان. قافلة طبية متخصصة لفائدة بلدية عين الريش منطقة قمرة التي تعتبر منطقة ظل، والقافلة متكونة من أطباء أخصائيين وقابلات، ذلك من أجل فحص ساكنة المنطقة حيث تلقت استحسان من طرف المواطنين، والعملية مستمرة إن شاء الله إلى مناطق أخرى إن شاء الله. هذا وسطرت المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الملحة برنامج يشمل تنظيم قوافل طبية إلى مناطق الذل، خصوصا المناطق التي تفتقر إلى الخدمة الصحية.